اعتبرت. تعاملت معاها في اول فيلم بصوره اخراج الاستاذ سمير سيف، كان المصوره القصه لنجيب محفوظ واخراج سمير سيف، ومن ابطاله كانت مدام تحيه كاليوم والاستاذ نور الشريف والاستاذ سمير رمزي كان ابطال الفيلم. على ما اذكر انها كانت خبيره الظل وبتشع جو من البهجه حواليها، وكانت محببه الى كل الناس بشكل انها ممكن تشتمك وانت مبسوط. انا فاكر اني كنت مجتهد اكتر من اللازم، وفي لقطه من اللقطات هي نايمه على سرير ووراها شباك انا بشوف منه الشارع. كان في احد بروتوكولات الاداره مش مظبوط بالشكل اللي انا عايزه يتظبط بيه، فانا وانا قاعد على الكاميرا قمت جري، وكان جنبي مسجل الصوت، خدت منه الجراف بتاع الصوت، جراف بيبقى له عصايه طويله كده، مديت العصايه الطويله قفلت الكاش بتاع البروجيكتور اللي انا عايز اقفله. وانا راجع على الكاميرا هي بصت عليا كده، الراجل اللي طلع على السرير اللي هي نايمه عليه عشان يعمل ده، وقالت يا ابن المجنونة. في الوقت ده أنا كنت لسه صغير ومعتد بذاتي قوي، وصعب حد يوجه لي كلمة بالمواصفات دي. مع مدام تحية لقيت نفسي ببتسم وبروح أصور المشهد، وبعد كده لقيتها قايمة من مكانها جت لحد الكاميرا وحضرتني وبستني. فدي مدام تحية الست الكبيرة العظيمة اللي بندعو ليها بالرحمة جميعا. وموقع فني في مصر.